تعالوا بينا يا دكاترة نكمل كلامنا في الومن هيلث، واتكلمنا المرة اللي فاتت عن المنسترال سايكل والأوفيوليشن، اتكلمنا عنها بكل الهرمونات ومين بيطلع ومين بينزل، وقلنا كل حاجة بحيث ان انت ان شاء الله لو سمعت المحاضرة دي مش هتنسى تاني ابدا ايه اللي بيحصل جوه المنسترال سايكل، بحيث ان هي هتبني عندك قاعدة اساسية لكل الحاجات اللي ليها علاقة بالومن هيلث. بعد كده هنتكلم النهاردة عن حاجة سريعا كده في الفيديو ده، هيبقى فيديو قصير. هنتكلم مع بعض عن التعريف بتاع الديسمنوريا، وهنتكلم عن حاجة اسمها ميتل شميرز، مين ميتل شميرز ده والمفروض ان البين بتاعه بنعالجه ازاي. خليكم معايا وهنتكلم عن الموضوع ده لاخر الفيديو، ويلا بينا نبتدي مع بعض. ما تنساش قبل ما نبتدي كلامنا اشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد بينزل. الديسمنوريا اللي هي بيتقال عليها البينفول بيريودز دي عبارة عن cramping pain بيبقى موجود في اللور ابدومن occurring shortly before or during menstruation أو معاها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بيبقى عبارة عن ألم مغص بيبقى موجود في المنطقة السفلى من البطن، بيحصل يا إما قبل البيريود بفترة بسيطة هنعرف هي قد إيه، يا إما في أثناء المنسترويشن، أو كمان الألم بيحصل في الفترتين مع بعض. إيه هي أسباب الديسمنوريا؟ الديسمنوريا بيقول لك ان هي يعني as many as one in two women suffers from mild symptoms، يعني في بعض الناس بيبقى عندها النسبة عالية جدا، يعني واحدة من كل اثنين من الومن عندهم فكرة ان بيحصل عندها mild symptoms، و up to one in ten هيبقى عندهم severe symptoms اللي ممكن تخليها ان هي تغيب عن الشغل او تغيب عن المدرسة او تغيب عن العمل بتاعها، يعني ويبقى فيه تأثير على اليوم بتاعها. تمام. Often not associated with the start of menstruation اللي هي المينار are major contributory factors in causing painful cramps. طب انا لو ما عرفتش الاي 2 والاف 2 الفا ده ممكن اعرف ان هو بروستاجلاندنز بس؟ اه طبعا ما فيش مشكله، اعرف ان في مشكله في اوفر برودكشن لبروستاجلاندن. بروستاجلاندن برودكشن is controlled by progesterone. يعني ايه؟ يعني البروستاجلاندن زي ما قلنا مسؤول عن حدوثها هو البروجسترون. بروجسترون اول ما بيقع بيبتدي يخلي البروستاجلاندين يحصل لها زيادة، عشان كده لو حصل زيادة فيها اوفر برودكشن يحصل كرامبس دي، وكل ما كانت البرودكشن اكتر كل ما كانت الكرامبس اكتر. طيب الاوفيوليشن انهبشن كان also improve symptoms by using the oral contraceptive pill، ودي هنشوفها دلوقتي. يعني في بعض الناس تديهم المسكنات ما تجيبش معاهم نتيجة، الألم شديد جدا، عندها ديسمنوريا بس جامدة جدا مش قادرة تستحملها وبتأثر على الحياة. تمام. فدول بيلجأ بعض الدكاترة ان هم يدولهم سي او سي، يعني اورال كونترسبتيف بيلز اللي هم الكومبايند اورال كونترسبتيف، بيبتدي يعمل طبعا ايه، هيعمل، خدتوا بالكم بقى من اللي احنا قلناه كله في الفترة اللي هي بتاعة المنسترويشن، هي بقى هتاخد حبوب منع الحمل دي فتبتدي ما تعملش كل ده ما يحصلش. تمام. فده يقلل المنسترال فلويد فوليوم ويعمل كمان بروستاجلاندين، وكمان يقلل البروستاجلاندين برودكشن. يبقى احنا مين المجرم الاساسي معانا في الموضوع ومين المسؤول الرئيسي؟ هو البروستاجلاندينز هي اللي بتسبب كل البين اللي بيحصل ده. طيب البروستاجلاندينز تعالوا نشوف كده مع بعض في الصوره دي. البروستاجلاندينز يا دكاتره فورم ان ريسبونس تو ا دروب بروجستيرون. تمام. زي ما قلنا البروستاجلاندينز اول ما البروجستيرون يبتدي يقع علشان يحصل منسترويشن تروح البروستاجلاندينز حجمها يعني كميتها تزيد، وبعدين البروستاجلاندين تعمل تريجر لليوتيراين ماسلز تو كونتراكت. طبعا ما هي بروستاجلاندينز فتروح قايله لها فازوكونستريكشن فتقعد تعمل كونتراكشنز للماسلز، وبعد كده اليوتيراين ماسلز بتبتدي بينش اوف بلاد فيسلز ذات سبلاي اليوتيرس وذ اوكسجين، بيحصل مشكله في السبلاي للاكسجين فيحصل ايه؟ فيبتدي يحصل ليك اوف اوكسجين، ده بيبقى painful وهو ده اللي بيؤدي للكرامبنج اللي بتحصل. تمام. طيب تعالوا نشوف مع بعض حاجه بتاعه الديسمنوريا بقى. بس تعالوا قبل ما نكمل على المصطلح بتاع الديسمنوريا في حاجه مهمه قوي اسمها ميتل شميرز. مين الميتل شميرز ده؟ اوكي تعالوا نشوف مع بعض مين الميتل شميرز ده، عشان ده حاجه مهمه ممكن تقابلكم على فكره. الميتل شميرز ديت اللي هي الاوفيوليشن بين اللي بتحصل في الميد سايكل، يعني اللي بتحصل عند، بصوا الوقت اللي هو من 12 ل 13 ل 14، الوقت ده اللي هو اليوم 12 13 14 المنطقه دي بيحصل اللي هي بالظبط اليوم ال 14 اللي هو الاوفيوليشن. عند التايم بتاع الاوفيوليشن الابدومينال بين بتاعها
بيفضل قاعد يعني شوية ساعات كده، ممكن يفضل قاعد لمدة كام يوم زي ما بقول لكم، تقريبا بيقع في اليوم ال 12 13 14. بيبقى ليها بعض الأعراض المميزة كده نبتدي نشوفها مع بعض دلوقتي. وكمان هو بيبقى موجود على one side. يعني ايه one side؟ يعني انا عندي دلوقتي، مش انا عندي two ovaries، عندي اتنين مبيض، كل شهر ممكن تلاقي واحد منهم، او عادي ممكن واحد منهم يطلع مثلا اكتر من شهر، بس هو في الغالب بيحصل تبادل، كل شهر واحد منهم بيبتدي يطلع الايه الاوفر، فبالتالي الوجع هيحصل عند المبيض اللي طالع منه الاوفر، هو ده المبيض اللي طلع عنده سواء بقى يمين او شمال. تمام. الاوفيوليشن بتحصل براندوم اوفري ايتش سايكل، مش لازم كل مره يطلع مثلا يمين وشمال، لا عادي ممكن مره يمين وبعد كده اللي بعدها يمين وبعد كده يمين تاني شمال وبعد كده يمين، ما لهاش قاعده. ان سام وومن بيحصل بريف ابيسودز كده من البين، وممكن تكون هي بس ما بيحصلهاش اي حاجه خالص غير حته الميتل شيمرز دي، يعني يجي لها البيريود ما يحصلهاش اي مشاكل، ولكن ممكن يجي لها الالم بتاعها كله يتجمع في الميتل شيمرز. تمام. ايه السيمبتومز بقى؟ الاعراض بتاعته ممكن تقعد بعض الساعات او تقعد زي ما قلنا لمده يوم او يومين تقريبا. بيحصل عندك بين على سايد واحد من الابدومن، بيحصل دل اند ايكي، يعني تلاقيها بتشتكي تقول لك انا ايه ده، حد مثلا تدخل مثلا تقوم مثلا واحده مثلا تدخل مثلا مريضه تدخل فتسال مثلا في الصيدليه دكتوره انا تعبانه، اكن مثلا البين بتاع البيريود. فانت لو فاهمه ان في حاجه اسمها ميتل شميرز ممكن تحسبي معاها وتشوفي، ممكن تلاقيها فعلا هي في منطقه الايه الاوفيوليشن، فعشان كده ده طبيعي، فما يبقاش هي عندها خوف او حاجه ان في بين، بيبقى ضل بين ما يبقاش بين شديد. تمام. لان المكان ممكن يتلخبط في كذا حاجه، لان المكان ممكن يبقى مثلا حاجه تانية. تمام. بس هو البين ما بيبقاش يعني واحده بتصرخ، لا بيبقى ضل اند ايكي، بيبقى باين اكن فعلا في الم منستريشن. طيب بيبقى شارب وبيبقى صادن، وممكن كمان الحاجه المميزه ان تلاقيها تقول لك انا حاسه ان جسمي سخن. تمام. ليه؟ لان زي ما احنا عارفين في الاوفيوليشن بيحصل زياده نص درجه في درجه الحراره. تمام. كمان accompanied by a slight vaginal bleeding or discharge، ممكن يكون في بعض السكريشنز اللي بتطلع بسبب وجود الاوفيوليشن ده. وزي ما قلنا واحنا بنتكلم برضو في المنسترويشن من شويه، لما قلنا بنتكلم عن المنسترول سايكل وقلنا حوار السيرفيكال ميوكس وان يبقى في بيئه مناسبه لوجود السبيرم، كل ده هو ده اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، هي دي الحته دي، هي دي المنطقه بتاعه اليوم ال 14. طيب يعني غالبا لما بيبقى الاعراض بتاعتها سيفير. طيب تعالوا قبل ما نشوف التريتمنت بتاعها نشوف كده مع بعض، هتقول لك الالم فين. شفتوا الاوفري فين؟ ادي الاوفري وادي الاوفري، يبقى الالم هيبقى فين؟ زي هنا كده، الالم في الحته دي او الحته دي، في نفس المنطقه اللي هي يعني من تحت اللور ابدومن برضو، بس مش هتبقى مثلا مش هتبقى من الرحم لان مفيش بليدنج ساعتها، لا هي هتبقى على الجناب، جنب يمين او جنب شمال. تمام. طيب تريتمنتس فور ميتل شميرز بتتضمن ايه بقى؟ طبعا البين ريليفرز اللي هم الحاجات اللي هي العاديه بقى، اللي هي الاوفر ذا كاونتر او تي سي مثلا زي البنادول، ايبوبروفين، نابروكسين، اي حاجه من الحاجات دي. وكمان ممكن يبقى فيها بيرت كنترول بيلز، يعني بس طبعا ده لو كانت بتسبب الم شديد جدا او بتعمل مشاكل للشخص او للفيميل دي على مدار شهور. طبعا لما تاخد البيرت كنترول بيلز احنا كده بنمنع الاوفيوليشن، فخلاص كده ما هو السبب اللي كان بيعمل مشكله هي الاوفيوليشن، فانا منعت الاوفيوليشن فخلاص كده مش هيبقى فيه بين. تمام. طيب تعالوا بقى ندخل بقى شويه كده ايه في الكلام الحلو بقى. ديسمنوريا عندها نوعين، احنا بيدخل لنا في الصيدليه في الغالب يا دكاتره اللي هو البرايمري ديسمنوريا. هنكمل كلامنا المره الجايه يا دكاتره، وهنتكلم مع بعض عن البرايمري اند السكندري ديسمنوريا، هنعرف مع بعض الفرق ما بينهم وهنعرف دورك فيهم كصيدلي المفروض يكون ازاي وامتى لازم توجه المريضه للطبيب. هنكمل مع بعض، ما تنساش تفعل الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد، ونتقابل الفيديو الجاي.